تتابعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غادي نناقشوا فيه مجموعة من القضايا التي تتم الشأن العام على المستوى الوطني من وجهة نظر اليسار. الحكومة الحالية يعني جاءت مع تزامن ارتفاع تاع الأسعار مع الحرب الأوكرانية وروسيا، هل هذه الحكومة بعد قادرة باش تواجه التحديات؟ وهل اليسار المغربي ما زال يعتبر البديل المنتظر؟ من أجل مناقشة النقاط ونقاط أخرى نستضيف السي عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الاتحادي. سي عبد السلام مرحبا بك. سي العزيز، الحكومة الحالية تاع السي أخنوش بدات مع التزامن مع ارتفاع تاع الأسعار، واش تشوف وهذا الشيء جمع أيضا مع الجفاف مع الحرب تاع أوكرانيا وروسيا، واش تشوف بأن الحكومة الحالية عندها القدرة على مواجهة التحديات اللي يمكن تكون انطلاق من هذا الشيء هذا على الصعيد الداخلي أو الخارجي؟ نعم، أولا بداية كنشكركم على الدعوة الكريمة. الوضع الاجتماعي في المغرب صعب جدا، باعتبار ان كاين موجه ديال الغلاء اللي ترافقه كبيره جدا، اللي عندها علاقه بما يجري في المحيط نتاعنا وعلاقه كذلك بالوضع ديال الجفاف الى اخره، ولكن كذلك عندها علاقه بطبيعه الاقتصاد المغربي. مع كامل الاسف احنا الغلاء هو قبل الكورونا وقبل الجفاف، على اعتبار ان الاقتصاد المغربي هو اقتصاد شبه احتكاري، وهذا اللي كيتيح مجموعه ديال التفاهمات بين المقاولات الكبرى اللي كتجعل دائما الاثمنه عاليه بالنسبه حتى للدول اللي هي متقدمه. وكتذكروا ما وقع في الايام ديال المقاطعه واللي كومباريزون اللي كانوا ديال المقارنه ديال الاثمنه بين المغرب ومجموعه ديال الدول. الان بالاضافه لهذا الشيء كامل جا المشكل ديال كورونا اللي كان عنده تاثير كبير على الدخل ديال المواطنين والمواطنين والمغاربه بصفه عامه. تم المديونيه ديالهم طلعت بشكل كبير، مابقاش عند امكانيه ديال السلام، مابقاش عندهم كبيره بزاف. العلاقات حتى التعاون بيناتهم بطبيعه الحال هناك صعوبات، لان كتلقى الاب والابن كله في وضع والاخوه كل الوضع عش. هذا الشيء بطبيعه الحال ادى الى ان هذا موجد الغلاء اللي جات اليوم بطبيعه الحال ما كانش عندها من الحكومه عندهاش تصور. ما نقدر نقول ان المصالح ديال العدد الكبير ديال الناس اللي هو في الحكومه اللي هو المؤسسه بصفه عامه لا ما غاداش في نفس التوجه اللي المفروض ان يكون هناك تدابير لنقصوا من الاثمنه. وفي ذات اليسار كما كتعرفوا قدمت واحد المقترح قانون فيما يتعلق بالغازوال بالمحروقات وكذلك المواد الاساسيه، وقلنا ان لا معنى اليوم في المغرب اننا نخليو حريه الاسعار، خصوصا بالنسبه للمواد اللي هي اساسيه وبالنسبه للمواد اللي كتحكم فيها بعض المجموعات الاقتصاديه الكبرى. وهذا المقترح مع كامل الاسف بقى في الرفوف ديال اللي عند الان في الرفوف ديال البرلمان. هناك احنا كنلاحظوا اليوم حتى في الدول اللي هي الدخل الفردي عالي والدول المتقدمه الى اخره كاين اجراءات للحد من 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 التسقيف مثلا ديال المحروقات ولا لي بريم ولا مثلا التسقيف ديال هامش الربح ديال المقاولات الى اخره. احنا مع كامل الاسف ما كنحتاجش مبادرات. الحكومه ما دارتش مبادرات في اطار هذا، واخا دارت هذه المبادره تاع تقديم الدعم المهني تاع النقل الطرقي، ولكن ما تتشوفش بان المعارضه هي ما خرجش بواحد موقف موحد من اجل مواجهه التحديات هذه. عندما هناك معارضات، ليس هناك معارضات على اي حال، هناك اللي مواقفه قريبه للحكومه، هناك اللي لقى راسه في المعارضه غير باكسيد كما يقولون. بمعنى اخر احنا كنتكلموا بالنسبه لنا على المفروض ان الحكومه بغض النظر عن المعارضه، بما ان كاين هذه الازمه ديال المحروقات والازمه ديال الغلاء واللي جاي يمكن يكون اصعب، خصوصا في بعض المواد الغذائيه اللي لا اوكرانيا ولا روسيا من المصدرين الاساسيين تاعهم، ممكن الغلاء يتزاد، وبالتالي واش المغاربه يلفون سوبي غيتحملوا هاد الغلاء اللي جاي؟ المفروض ان تكون هناك تدابير اللي كتستهدف المواطنين، الاسر المغربيه، المهنيين مزيان انهم بطبيعه الحال كاين التدابير، لكن هي ليست كافيه على اعتبار مجموعه ديال مثلا بالنسبه للغازوال، وما كاينش غير الغازوال فقط، راه كاين الخبز اليومي ديال المغاربه. المغاربه اليوم كثير عائلات كثيره عندها مشكل كبير باش تلقى طرد الخبز باش تعيش، تلقى الزيت، كلشي كل المواد طلعات المواد الغذائيه اليوميه بما فيها المواد اللي لا علاقه لها لا باوكرانيا ولا مثلا مطيشه بطاطا، هادشي كامل طلع بشكل كبير. البصله وصل 10 دراهم 11 دراهم. بمعنى اخر هناك الاقتصاد المغربي بحال اللي قلت كيتحكموا فيه لوبيات ولوبيات كبرى، خص الدوله تدخل
باش تحد من 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 هاد من هاد من هاد العمل ديال هاد اللوبيات هادو والجشع ديال هاد اللوبيات. والمغاربه يعيشوا خصوصا دابا حنا في شهر رمضان الكريم، المفروض الناس تكون تدخلات ماشي عند مولي الحوانات لي كونترول دو بري مراقبه الاسعار وكذا، كنضربوا غير الصغار. الفو خصنا نبحثوا على الاصل ديال المشكل، والاصل المشكل كما اقول هو على مستوى الاحتكارات الكبرى والمضاربات اللي كاين. فاش يكون المشاكل بحال اقتصاديا في اي دوله تيكون يعني البرلمان تيقوم الدور ديالو تيسول تيكذا احتجاج هذا. واش نشوف بان البرلمان المغربي في هذه النسخه ديالو الحاليه قادر باش يقوم بهذا الدور هذا، والبرلمان اصلا واش قادر يؤدي هذه المهمه ديالو؟ انا كنظن دابا المشكل هو من البرلمان كيفاش كيتكون. دابا هناك ازمه ديال الديمقراطيه في البشر، رجعوا كاين ازمه ديال الديمقراطيه، كاينه واحد لامباس ازمه الديمقراطيه كاين انتخابات واحد ما لا دابا الانتخابات حنا كي دازت الانتخابات كمهم كاين استعمال المال بشكل كبير، كاين نخب اللي ليست نخب سياسيه، كيجي واحد لا علاقه له بالسياسيه لا علاقه بشأن العام كيجي كيرشحوا في واحد المرتبه معينه كيصبح برلماني، يمكن حتى القدره على الكلام على شنو الحالات، القدره على تركيب الجمل البسيطه عنده صعوبه فيها، وبالتالي ما نتكلموش على البرلمان. انا كنظن المهمه ديال الدوله اساسا خاصها تقوم بواجبها لحمايه القوت اليومي للمغاربه، لان يمكن هادشي يؤدي بنا الى حالات ديال عدم الاستقرار لا قدر الله الى اخره. حنا باش يكون الاستقرار خص المغاربه يلقاو راسهم في حياه، في يعني نتكلموش يعني يعيشوا بحال الدول ديال شمال اوروبا، ولكن على الاقل توفير الحد الادنى للعيش للمغاربه. وهادشي عنده وسائل اخرى، مثلا الاصلاح ديال المدرسه، يعطوا المغاربه غير مدرسه تكون جيده والصحه تكون والسكن. انا كنظن يسهل كثير الحياه ديال الناس. المشكل عندنا ان هناك ضغط كبير على الدخل بالنسبه لان الخدمات العموميه اللي متوفره مجموعه ديال الشعوب مجموعه ديال الدوليه في نفس النمو مستوى النمو تاعنا، مع كامل الاسف بلادنا ما متوفراش، وهذا كيطرح اشكال كبير على الدخل وعلى القدره الشرائيه. هضرنا على الحكومه، هضرنا على المعارضه، على البرلمان، هضروا على يعني النخبه السياسيه والمثقفه داخل البلاد. انت تشوف بان النخبه السياسيه والمثقفه يعني بحال قدمت الاستقاله ديالها وكان الامر لا يعنيها في شيء؟ هو بصفه عامه كاين بالفعل واحد النوع ديال التراجع ديال الفعل ديال المثقف اللي كان في السابق مثلا في السبعينات وحتى الثمانينات مرتبط بالقضايا ديال الناس والقضايا ديال المغاربه، وكان كثير من الحالات عنده انتماء حزبي سياسي. انا كنظن هناك جزء راجع للاحزاب السياسيه، لان في الغياب المشروع الجامعي ملي كيكون مشروع كبير كيجمع حوله مثقفين وشرائح اجتماعيه مختلفه، انا كنظن كيولي البحث الناس كتبحث، كل واحد كيبحث على حلول ذاتيه. انا كنظن الحل ديال هاد اكيد ان النخب بصفه عامه في المغرب لا الاقتصاديه ولا السياسيه ولا المثقفين الى اخره لا تقوم بالواجب نتاعها كما خصو تقوم به، ولكن هذا عنده اعتبارات اخرى، ومن الفراغ اللي كاين المستوى الحق السياسي. هذا الوضع اليوم اللي كنلاحظوا فيه كاين تقريبا خطاب واحد حزب واحد في البرلمان، 99% ديال البرلمانيين عندهم نفس التوجه الى اخره، رغم تعدد هناك تعدد ديال الاحزاب ولكن مشروع واحد. وهذا كيطرح اشكال كبير على الديمقراطيه في بلادنا. وهذا الشيء حنا بطبيعه الحال عندنا فيه اقتراحات، قدمنا فيه اقتراحات منذ زمان، لكن ما عندناش كفيدرات اليسار. حنا ننتقلوا لمرحله ان شاء الله الجايه. هضرت على فيدرات اليسار، البعض توتيلهم على اليسار بصفه عامه وانه ما بقاش يلعب هذاك الدور اللي كان يلعب فيه سنوات السبعينات الثمانينات حتى التسعينات، يعني وكان اليسار اصبح مغيبا في النقاش العمومي، دخلت هو في الصراعات ما بين الاحزاب ديالو، شنو رايك؟ لا هو هناك هذا الوضع اللي كنعيشوه هذه مده عنده اسباب. سبب هنا جزء من اليسار تم تقريبا اصبح جزء من الحقل السياسي اللي نسميوه التقليدي ولا الرسمي تقريبا نفسه، وجزء اخر يهمش. دونك وبالتالي هذا اليسار اللي كنعتبره يسار ديمقراطي مناضل، كيف انه غدا يقوم بمهامه ويتحمل مسؤولياته، هذه جزء منها عنده علاقه به
وبالتالي احنا في دار الاقتصاد كتعرفوا مقبلين على عمليه وحدويه اندماجيه اللي تسمح لنا اننا نقوموا بادوارنا، وكذلك هنا جزء ديال اليسار اللي مع كامل الاسف فقد هذوك لي ريفيرونس هذوك ديال اليسار، وفقد المرجعيه اليساريه، مابقاش ولا عنده مرجعيه اخرى عندها علاقه بال ما هو ما يجري في البلاد بصفه عامه كما نلاحظ. حلم التوحيد تاع اليسار هذا حلم منذ سنوات وحنا تنسمعوا فيه، ولكن الحس الساعه باقي ما خرجش المولود الى الوجود. علاش التعثر في الولادات تاع اليسار؟ هناك صعوبات متعدده، احنا لان هناك ثقافات متعدده، هناك تجارب تنظيميه متعدده، ولكن هناك ذلك الدور ديال الافراد. احنا مع كامل الاسف كان المفروض اليوم كنوا قبل الانتخابات كان ممكن ندخلوا انتخابات بحزب واحد في اطار ذات اليسار الديمقراطي، لان كان عندنا اتفاق منذ 2016 اننا ندبروا العمليه الاندماجيه قبل الانتخابات، لكن البعض داخل هدف ذات اليسار الديمقراطي مع كامل الاسف تراجع على الالتزام ديالو الاخلاقي والسياسي، وبالتالي وقع لنا شويه ديال العقوبه الانتخابات، لاحظتوا طرف انسحب من الفيدراليه. واليوم حنا كنشتغلوا تقريبا متقدمين كثير على نعنوا قريبا في 8 مايو المقبل نعنوا على الهيئات اللجنه التحضيريه ديال المؤتمر الاندماجي، فنعنوا عليها في الوقت اللي غنجمعوا الهيئه التحريريه ديال الفيدراليه، وغنمشي بخطوات سريعه لان تقريبا تقدمنا كثير على مستوى النقاش بين الاطراف. وحده اليسار يكون فيها الاحزاب تاع في داعي نكونوا ثلاثه ديال المكونات، اي الحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطريعه الديمقراطي الاشتراكي، مكون ديال اليسار الوحداوي اللي خرج من الشراكه الموحد واللي كينسق عمله اليوم رافق الساسي، هناك كذلك الاخوان ديال الزايدي البديل التقدمي اللي تاهما يدخلوا داخلين معنا في هذا المشروع، وهناك فعاليات يساريه الشراكه الموحد خارج هو اللي عطلنا لمده كبيره، واليوم ولو انه في خطابه كيقول تا هو باغي الوحده والاندماج، ولكن عمليا كان كيعرقل، ماشي لان ما كنتكلمش على الحزب، كنتكلم على المسؤولين عليه اللي هما عندهم القرار داخل هذا الحزب، اللي مع كامل الاسف كانوا يعرقلوا. ما تشوفش بانك تكون مبادره اكثر لو كان يعني الضغط على الشراكه الموحده ويدخل معكم باش تكون قوه؟ لا مايمكنش الضغط. دابا المساله هذه احنا نتمناو ان في المستقبل يمكن يكون، لكن اللي ممكن الان هو هذا اللي ممكن، وما يمكنش ننتظروا حتى داخل حزب من الاحزاب انه يوصلوا القناعه السياسيه انهم يكون عندهم الاراده السياسيه باش يدخلوا بهذا المشروع. وحنا عارفين التجارب اليساريه في العالم كامل اللي وقعت فيها الاندماجات، كاين البعض اللي التحق من بعد ماشي اشكال، ولكن المهم هو نديروا هذيك الخطوه الاولى اللي كننتظروها، وكثير من اليساريين والديمقراطيين كننتظروها، واللي يمكن تكون جواب، ماشي هو الجواب الوحيد، تكون جواب على هذا الوضع اللي كنعيشوه اللي فيه كثير من الاشكالات. انت واحد من اليسار وتؤمن بقضايا اليسار وافكار اليسار، ولكن واش تشوف ان اليسار حاليا باقي يقدر يؤدي الدور ديالو في ظل التحولات اللي كاينه ماشي غير في المغرب ولكن في العالم بصفه عامه؟ وتود التحولات اللي كاينه في العالم هي اللي من المفروض ترجع اليسار. احنا كنلاحظوا مثلا مع الازمه ديال كورونا بان ان الخطاب ديال اليسار والتصور المشروع الاقتصادي ولا الاجتماعي اليسار هو اللي بان، اي ان الدوله في الوقت اللي بدايه الثمانينات كان واحد الخطاب مهمين، واحد كيقول ان الدوله ما عندهاش دور وان القطاع الخاص هو اللي ان كل شيء يمشي للخواص وان كل شيء يمشي للسوق، بان ان هذا في العالم كامل بان ان الدوله لا في اوروبا ولا في الولايات المتحده الامريكيه اللي هي القائده ديال هذه الليبراليه وكذا، وبان حتى في دول في حال ديالنا ان الدوله رجعت بقوه وما يمكنش شي حد يعوض الدوله، بمعنى اخر ان المقوله ديال اليسار في مجموعه من القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه هي اللي عند الواجهه اليوم. الاشكال ماشي على مستوى الاطروحه ديال اليسار، المشكل على مستوى اخر، واش التنظيمات اليساريه ما زالت قادره على رفع هذا المشروع الاقتصادي الاجتماعي المجتمعي، واش قادره ترفعه بالنظر
لواحد التطور اقتصادي اجتماعي اللي مشى نحو واحد النوع ديال الليبراليه اللي نقدروا ان نقولوا انها في واحد النوع ديال التطرف ديال الليبراليه متطرفه متهوله اللي كتجعل اليوم في العالم كامل وبلادنا كذلك بعض الاسر بعض الافراد كيمتلكوا ثروه كبيره وعشرات الالاف ولا الملايين ديال الاسر اللي عايشه تحت امكانات ضعيفه جدا وهذا بطبيعه الحال عنده اسبابه التاريخيه الى اخره. شكرا سي العزيز على شكرا لكم على الاضافه ميرسي بيان. شكرا مستمعي قناه فاس بريس الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.